يعني أنا كنت بقول إن مواجهة الإرهاب لابد إنها تكون شاملة وحسب كل المسميات وفي جميع الأماكن، يعني ما يجوز أواجهه في ليبيا وأسيبه في سيناء، أو أواجهه في قطر وأسيبه في قطر آخر. دي نقطة تتعلق بالإرهاب وتنظيماته وتعرية مموليه وحصارهم وكشفهم والحديث عنهم بشكل واضح وصريح. ما كنا هنخش دلوقتي في منظومة تعاون أمني استراتيجي إقليمي ودولي لحماية المنطقة وأمن الخليج، علينا أن احنا نتصافح جميعا ونتعامل مع الإرهاب بشكل واضح وصريح. جميعا دي اللي هي مين؟ دي قطر حاضرة بكرة. أكيد قطر وتركيا حاضرة بكرة، بكل تأكيد احنا هنكون واضحين جدا في حديثنا عن ممولي الإرهاب، لأن أصبح الأمر النهاردة خطر على الكيان العربي وعلى